مسرح أبو الفنون. المسرح يعني أنا اكتشفته في الحي، يعني في الفريج، حكم وجود أندية صغيرة في كل فريج وتقديم تمثيلية. اكتشفت أن عالم بعيد عني أنا ما أعرفه يعني في البدايات الأولى، لكن لما استهواني وأخذني وبدأت أقرأ فيه قراءة كتب معنية بالمسرح، شفت المسرح هو العالم الشامل لكل الأمور. لذلك أنا لازلت مؤمن وأعيد وأكرر نفس الجملة التاريخية أن المسرح هو أبو الفنون، بمعنى يعني هو يعني لي هكذا، بمعنى أن المسرح فيه كل مستلزمات العملية الفنية، من اللوحة بكل مستلزماتها، من التصوير السينمائي بكل مستلزماته، التصوير التلفزيوني، النحت، الخط، الزخرفة، الأجواء، الأبعاد، براري وحقول ومزارع وبيوت. إذن المسرح يحوي كل الأمور والنواحي الفنية الأخرى. لذلك هذا العبقري اللي قال في لحظة ما أن المسرح هو أبو الفنون، هو يعني لي أن المسرح أبو الفنون. ومن اهتمامي بالمسرح تعلمت واكتشفت الكثير من الأبعاد التشكيلية في الفن التشكيلي، في الدقة، يعني نقطة أو استفادة تقود إلى استفادة أخرى. يعني أنا أعتبر نفسي دقيق جدا في معالجة الأشياء، سواء في اللوحة أو في تحويل قطعة إلى مجسم اللي نسميه إحنا مكت مثلا، أقطع في حدود الشعرة حتى. وصلت إلى هذه المرتبة والدقة وعدم ارتجاف اليد، لأنها صار تمرين شبه يعني موسمي معي في كل عمل مسرحي أو عمل فني آخر. إذن أنا أعتقد المسرح بالنسبة لي هو أعطاني كل هذه القاعدة الصلبة القوية اللي تأسست عليها كل تجاربي في المجالات الأخرى، بما فيها عملية الصوت. يعني من ضمن اللي ما ذكرته أن المسرح أيضا صوت، لأنه تمثيل، تجسيد بالجسد والتعبير الجسدي والوجه والصوت، وأحيانا بدون صوت، لكن الصوت من القيم الرئيسية اللي موجودة بالمسرح، سواء ألقاء وأنت تحتاج إلى الألقاء في الإذاعة أو في التلفزيون أو في قراءة مقال أو مخاطبة جمهور أو مشاهدين، وأيضا تحتاج إلى هذا الصوت للتعبير عن ذاتك في العملية المسرحية، في الحياة، في المواقف المعينة في الحياة. وأعتقد يعني المسرح وهبني كل ما كنت أنا محتاج أن أكون نفسي فيه، بحيث أكون يعني إذا أعتبر أنه فنان تشكيلي ومسرحي ومؤدي أو مذيع، وكل هذه أنا كل هذه الأمور كان مطبخها ومعملها ومكانها الدقيق الحقيقي هو المسرح. أسرة هواة الفن، الفن في عمومه، المسرح كان والفن التشكيلي والديكور المسرحي والموسيقى أيضا، أسرة هواة الفن. الفن بفروعه وأشكاله تحولت لاحقا إلى اسم مسمى آخر اللي هو أسرة فناني البحرين، وصار المسرح هو الأساس فيها.
ما عاد قسم للفنون التشكيلية مثل ما كان. أسرة هواه الفن طموح كان في تلك الفترة المبكرة من تاريخ البحرين، يعني في الستينات مثلاً أو منتصف الخمسينات، أو طموح للوصول لهذا التجمع والانتماء له. لكن يعني احنا نعتبر ان هؤلاء رواد واكبر، ونخجل او نتردد كثيرا، او نشعر بان نحن اقل منهم، وبالفعل نحن اقل منهم في المستوى الفني والوعي وهي. لكن كان طموح، ويكفي ان هي تكون اسرة هواه الفن طموح، علشان انت كفنان او كحاب تكون في مجال فني تناضل وتسعى من اجل الوصول الى ان تكون عضوا في اسرة هواه الفن. وانا لان اسرة هواه الفن انعكست على الحياة الفنية في مجمل البحرين، وهو الاسم الوحيد كان اسرة هواه الفن، فانعكست في مدينة محرق، المنامل، فرجان، الأندية الصغيرة في الفرجان، هذه شكل لنا احنا نوع من المرجعية نرجع لها. الأسرة عملوا كذا، أسرة فنانين، أسرة هواه الفن، فصارت مثل واستشهاد بها، ونحاول نقلد ما يعملون في الأندية اللي احنا ننتمي لها. وهكذا أنا أعتقد دورها الكبير أنها كونت الأندية الصغيرة، كونت فيه الفنون، مثلا رسم، تعاطي بالرسم بين الأعضاء، مجلة الحائط، التمثيليات القصيرة اللي كانت تقدم في الأندية في مجمل البحرين، مو بس في مدينة المحرق. هذا أعتقد يعود الفضل فيه إلى المبكرين والرواد في أسرة هواه الفن. أنا أحب العمل الجماعي، يعني فيني طبيعة يمكن تربية الأهل، الحي اللي أنا فيه، الناس، إن العمل اللي يعتمد الفزع، أن مجموعة من الناس، الأصدقاء، المعارف، كذا، تقوم بإنجاز عمل لآخر. يعني أنا مبكرا مثلا انتشرت ظاهرة في البحرين في الستينات إلى السبعينات نهايتها وبدأت، أن كل شاب عنده غرفة بيتهم، أو يبنون له غرفة حجرة يعني، وإحنا من ضمنهم، أن يحب أن يلون هذه الغرفة من الداخل بالصبغ الأملشن اللي إحنا نسميه بلاستيك، كان صبغ بلاستيك الألوان. فتسند لي المهمة بحكم أن أنا رسام بين الربع، فأروح نعملها فزعة، هو صاحب الغرفة صديقنا والأصدقاء الآخرين، ونأخذ بروشاتنا وفراشنا ونروح نصبغ الغرفة كلها. فيقترح مثلا هو أو آخر من الأصدقاء أنه بس يكون صبغ خالي، ليش ما يكون تسوي لنا تشكيلة شيء كذا. فبالفعل أنا عملت نوع من ورق الجدران بالألوان، في بالذات في غرفة لخليفة العريفي. يعني شفت أنا ورق الجدران واكتشفته، قلت أنا أقدر أسوي مثله. أحطيت مقاسات والتيب، ماسك التيب وبالبروش، ما كان أيامها الرولة. فهذه الأمور الجماعية أنا تستهويني وتستحوذ علي. لذلك تشوف مثلا في تأسيس مسرح عوال، الجماعية هي اللي قادتنا إلى تأسيس المسرح. العمل الجماعي لذيذ، وغير أنه يكون لك أصدقاء ومعارف ومحبين، يعطيك طاقة شحنة، ويصير نوع من التسابق بين هؤلاء الأشخاص، أنه منه يقدم أفضل، منه يبتكر فكرة، منه يضيف عليها، منه بعدين خلال أسبوع، خلال شهر، خلال شهرين، نشوف هاي الفكرة نمت وصارت عمل مشتركين فيه كل الجماعة. إذن المسرح عمل جماعي، يتفوق فنان في المسرح على آخر، هاي يعني طبيعة الحياة، أن التفوق عند الآخرين يعتمد على حجم ودرجة الموهبة والوعي والثقافة والتجربة نفسها والاحتكاك، يتمايزون، وهذه طبيعة في الحياة في كل المجالات، ليس بس في الفن أو في المسرح.
أنا أعتقد المسرح بحكم جماعيته هو مربط الفرس في تكوين أي فنان. لذلك أنا أدعو كثير من التشكيليين إلى أن يرتبطوا بالمسرح، لأن غير الاستفادة منهم لديكورات المسرحيات وأجواء المسرحيات، أيضا لتنمية وتربية حب العمل الجماعي. بعد ما اجتزنا مرحلة الرندي، يعني مسرح أوال تأسس باسم المسرح البحريني وليس مسرح أوال في سبتمبر 1970 بالضبط، من خلال هاي الجماعة، مجموعة ضمن الله يرحمه الفنان الكبير محمد عواد وآخرين، تكونت هذه الفكرة ونمت. والبذرة بدأت في نادي صغير في مدينة المحرق شمال المحرق اسمه نادي الاتحاد الثقافي والرياضي. هذا النادي كان عنده فريق كرة قدم ويقدم تمثيليات لأهالي الفريق اللي هو فيه. فريق كرة القدم تضعضع، ما عاد، فصفينا على التمثيليات اللي نقدمها كل شهر، وفي ستيج مسرح صغير في وسط الحوش مال النادي نقدم عليه ويجون أهل الفريق. فهذا تطور، وهذا مبكرا العمل بأي نادي هو عمل جماعي. فأنا أعتقد تربت ناحية مفهوم العمل الجماعي من الأندية البداية وإحنا فيها أعضاء نعمل، تربت الناحية هذه ونمت وكبرت، والمسرح يقتضيها. وهي يعني أنا أتكلم عن فترة، بالذات الفترة الواقعة بين 1960 إلى منتصف السبعينات 1975، يعني هذه الفترة كانت مزدهرة جدا في مجال الأندية والتمثيل، مسرح، سكتشات، تمثيليات، وفرق موسيقية متعددة. يعني كان في فرقة اسمها فرقة التعارف، في الأنوار، في النسيم، يعني مجموعة أسماء نجوم أو نجوم الخليج من النوع، أي كلها تكونت في الأندية. هذه كلها احنا نقول مرتكز لما نشهد اليوم، هو المرتكز وهو الأساس اللي نما وكبر وخرج مجموعة من الفنانين اللي يشار لهم الآن بالبحرين في مجال الموسيقى، الأغنية، الفنون التشكيلية، المسرح. فتخمرت هذه الأشياء في تلك الفترة من مطالع الأربعينات وجاي إلى الآن، أنبتت مجموعة من الأسماء اللامعة في مجال الحركة الفنية الأدبية الثقافية. وهذه يعني ما ميز البحرين في هذا الجانب بالذات. فكرة مسرح أوال تأسيس فرقة مسرحية، يعني هو ما كان يعني معرفة، احنا من خلال القراءة والاطلاع والسماع أن هناك فرق مسرحية تتكون. كيف تتكون هذه الفرق المسرحية؟ فرق مسرحية معناته لازم اهتمام بالمسرح، وهنا كان عندنا الاهتمام بالتمثيل والمسرح. احنا نسمي مسرح في تلك الفترة الستينات مثلا انه يعني في تمثيل وفي ما يشبه الديكور، وحتى المكياج كان اوفر، يعني نحرق الفلين ونشتغل في الوجه على اساس انه هاي شيب، هذه كذا الوان مائيه كنا نستخدمها لان نقرا عن هاي الاشياء، لكن ما نعرف الخامات والادوات وين متوفره عشان نروح نقتنيها. فنبتكر طرقنا ووسائلنا. في هذا النادي اللي هو نادي الاتحاد الثقافي والرياضي في شمال المحرق، وصلنا إلى مرحلة أنه فريق كرة القدم تلاشى تدريجياً، ضعف، لأن في فرق كرة قدم كثيرة. هذه الأمور قالت إلى أن نفكر إحنا كشباب بالنادي، يا جماعة ليه ما نحول النادي هذه إلى بس اهتمام بالتمثيل المسرحي. وكان اسم النادي مسرح الاتحاد الثقافي والرياضي،
فتم الاتفاق، بعد ما تم الاتفاق على تحويله بالفعل عشان نتقدم بطلب رسمي إلى إدارة الشؤون الاجتماعية، تذكر أيامها، إن نختار اسم، ما يصير نقول نادي الاتحاد الثقافي والرياضي. فوصلنا إلى أن نخليه مسرح الاتحاد الشعبي، نحتفظ بكلمة الاتحاد، وهذه ما يثبت الجماعية اللي أقول لك الاتحاد، يعني إذا نؤمن بأن في الاتحاد قوة وفي التفرق ضعف، فإحنا احتفظنا بكلمة الاتحاد. نادي الاتحاد الثقافي والرياضي تحول إلى مسرح الاتحاد الشعبي. الشعبي ليش؟ لأن إحنا كنا نقدم تمثيليات شعبية باللهجة الدارجة، ما كان طموحنا نقدم مثلا باللغة العربية الفصحى، هذاك هدف بعيد يمكن نوصل له بعدين، لكن تمثيليات شعبية عادية يستمتعون فيها أهل الفريج وأهالينا وإحنا كان يكفي. علشان تتكون هذه الفرقة معناته شنو؟ تأسيس جديد يلغي النادي كمسمى، وأيضا دستور النادي يلغى. الآن أنت أمام إنشاء فرقة ما لها علاقة بنشاطات الأندية، لها علاقة بس بالفنون المسرحية. إذا نحن بحاجة إلى دساتير أو دستور، يعني من وين؟ فكان اتصالنا خلال صداقات وعلاقات مع الأخوان بدولة الكويت في مسرح الخليج العربي بالذات ومسرح الاتحاد الشعبي. يعني هناك بالكويت مسرح الاتحاد الشعبي، اتصلنا فيهم أيضا وزودونا بنسخ من دساتيرهم اللي على ضوءها أخذنا من دستور مسرح الخليج العربي ودستور مسرح الاتحاد الشعبي بالكويت، وعملنا دستورنا اللي يتناسب وتوائم بوضعنا في البحرين، وتقدمنا بطلب. صار خلاف طبعا بعدين بين المجموعة، لأن دعينا من، يعني قررنا ندعي أسماء من المهتمين بفن التمثيل والمسرح في البحرين، من ضمنهم كان المرحوم الأستاذ محمد عواد، بدر القصير الله يرحمه، مجموعة يعني توفت إلى رحمة الله ومجموعة ما زالت قائمة. وحدث خلاف أيضا، هناك من يصر على أن تكون الإدارة إدارة النادي نفسها اللي كانت تدير النادي، تظل هي إدارة الفرقة المسرحية، وهنا صار خلاف وصدام بين المجموعة، لأن عدد المجموعة بلغ حوالي بين 45 إلى 50 شخص من اللي لعيناهم وحضروا ومعاهم أعضاء النادي. هذا الخلاف استفحل وأدى إلى أن تنفصل مجموعة عن مجموعة، فخرجت مجموعة بعدد 20 إلى 25 شخص من الأعضاء القدامى، وأنا من ضمنهم لأن أنا كنت أمين سر النادي سكرتير، وأنا اللي دعيت إلى أن تكون هناك فكرة تأسيس فرقة مسرحية. وليلة اللي اجتمعنا كان الدستور معاي، مسودة الدستور معايا أنا، أساس بنجتمع نناقش الدستور ونقرر ونتقدم بطلب. وبالفعل ناقشنا الموضوع وقررنا تأسيس فرقة مسرحية نسبق فيها مسرح الاتحاد الشعبي. سبقنا وأسسنا، اتفقنا على الاسم أنه يكون المسرح البحريني، اسم الفرقة الجديد، وتقدمنا بطلب للشؤون الاجتماعية بمدينة المحرق، وجانا موافقة على إشهار الفرقة بمسمى فرقة المسرح البحريني. وقدمنا رأسا عشان نسبق الاتحاد، تقدم المرحوم الأستاذ محمد عواد بنص مسرحي هو كاتبه بعنوان كرسي عتيق، احنا نقوله كرسي عتيق، فتقدمنا بطلب يعني موافقة على نص المسرحية، حصلنا على الموافقة. ومن قسم المسرح والفنون كان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعتقد، ويجيز النص، اشتغلنا عليه بروفات، بالفعل قدمنا كرسي عتيق على مسرح النادي الأهلي القاعة الداخلية، وكنا بحاجة إلى عمل كتيب
للتعريف بالمسرحي وبالعاملين وكلمة للإدارة. هذه احنا ما نعرفها لكن شفناها مثلا عروض مسرحية نسمع عنها أو توصلنا بعض كتيبات مصر الكويت كذا، ما يعملون كتيب أو دخل الله ورقة يعني للجمهور توزع على الجمهور، ولازال هذا المبدأ والسلوك قائم للآن. من تدخل قاعة العرض تشوف على الكرسي كتيب من ذاك الوقت كان. فهنا أنا الجماعة اللي جعوا لي أنا أنت الرسام بسوي لنا غلاف أو الكتيب أو 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 أو. فبدأت أخطط أن شنو يعني العنوان واضح للمسرحية كرسي عتيق، فأنا لجأت لأن أرسم كرسي عتيق مكسورة أحلى رجل الأربع وملحومة بلوح، وهذه يعني الفكرة الأولى. عدلتها تجربة أخرى، أول تجربة في أغلفة لأسرة الأدباء والكتاب، لأن أسرة الأدباء والكتاب تأسست قبل المسرح أوال في 1969 أعتقد، قبلنا بسنة يعني. عملت أيضا لمجموعة قصص قصيرة غلاف سيرة الجوع والصمت، هذا العنوان كان لتسعة كتاب قصة. هذا أول غلاف، مسرحية كرسي عتيق أول غلاف لكتيب عن المسرح. هذا اللجوء من الشباب لي إلى هذا الجانب هو يكمل لجوء إلى عمل الديكورات، إلى عمل مكياج مثلا، إلى تصميم أشياء صغيرة يقتضيها العرض المسرحي، مضمون المسرحية، مكون الديكور، ممكن يكون كرسي، ممكن يكون طاولة، ممكن يكون أجواء معينة. حتى كنت أنا يعني لأن فترة اللي صاد فيها عمل ورق الجدران في البيوت، أنا الديكورات كنت أسوي ورق جدران باللون. فهذه العملية قادت يعني إلى أن الجماعة استفادوا مني في البعد التشكيلي للديكور، بعدين ينقصهم مثلا ممثل لدور معين صغير، ايش رأيك تمثل الشخصية؟ مقترح يجي من يخرج العمل أو من الشباب. بعد الناس كلها فترة بسيطة فدخلت في مجال التمثيل. يعني قصدي ان انت ما تبغي العمل يتوقف او يهبط بسبب انك ترفض وهذا يرفضها، لا، المشاركة الجماعية. قبلت ان امثل مثلا، اكتشفت حالة اخرى ان ممكن ادخل مجال التمثيل، لكن هل انا بيكون عندي وقت لتمثيل لفن تشكيلي ديكور القاء فن صوت؟ يعني هاي كلها امور تحتاج الى وقت. لكن اضطريت ان ادخل في بعض الادوار امثلها تحت الحاح الشباب معي، وان انت ممكن، قلت لهم طيب انا بشتغل ديكور وامثل في نفس الوقت، انفذ ديكور، اعمل كتيبات، اعمل. هذا ادى الى انك تخرج اخرين معك بالفرقه، يعني لنا اسماء الان تمارس عملية ديكور، تمارس عملية الكتيبات وتهيئتها وإعدادها والبوسترات ملصقات. فالوصول إلى عمل الأغلفة هو استكمال للوحة، هي لوحة، الغلاف لوحة، سواء أنت عملت رسم بالألوان أو بالأسود والأبيض أو بلون واحد، أو اخترت مثلا صورة فوتوغرافية، هي بالنهاية نوع من الرسم. إذا صورة فوتوغرافية تعبر عن حالة الرواية أو القصة أو ديوان الشعر، قصائد، مجموعة من القصائد. هذا أيضا يقودني أنا كان إلى أن أقرأ، أطلب قراءة المجموعة اللي أعمل لها غلاف قصص أو رواية أو ديوان شعر. فيعني الاستفادة والمكسب صار في عدة مجالات، ان انا ارسم مثل ما ارسم اللوحة الكبيرة، ارسم الغلاف بشكل صغير يعني ما لا يتجاوز صفحة الاعتيادية اللي هو اللي نسميه الـ A4،
أو أن لوحة كبيرة وتختصر وتضغط في التصوير بعدين في الطباعة وأقرأ المادة. إذا أنا عندي مادة يعني صارت من شروطي تقريبا اللي أطلب مني غلاف أقول أعطني المجموعة خل أقرأها أطلع لك بتصور تصور معين غلاف أو قد لما أقرأ تكون لوحة عندي تناسب ما هذا ما قرأته وتصلح تكون غلاف. وبالفعل يعني الأخوان كانوا يزودوني بمطبوع أقرأ وعندي بعض المطبوعات لا زالت أحتفظ فيها اللي قرأته وصغت عليها لوحاتها أو أغلفاتها. إذن اللوحة تدخل في صميم الغلاف والغلاف النهائي لوحة أو جزء من اللوحة. الآن أنا ألجأ إلى أن أخذ أجزاء من اللوحة الكبيرة، ممكن لوحة كبيرة أحولها إلى مجموعة من الأغلفة التفصيل الصغير، لأن الآن الأجهزة متاحة للتكبير والتجويد هذا التكبير بحيث يعطيك تكوين حلو تضع عليه عنوان معه أو تحته أو فوقه ويكون غلاف. كثير من الأغلفة الآن أنجزت بهاي الصورة. أنا أعتقد العملية مرتبطة، سلسلة هي مرتبطة ببعض. اللوحة تدخل في الغلاف، الغلاف جزء من اللوحة، الغلاف أحيانا يكون لوحة شاملة كاملة، الغلاف أحيانا يكون تخطيط بسيط، فكرة تخطيط يكثف فكرة معينة في خطوط صغيرة ويعطيك المعنى المكتوب على الغلاف مثلا. هاي كلها إيحاءات فورية، تفكير شيء يحدث يلفت الانتباه. يبقى الغلاف هو ما يقدم الكتاب. في بعض الجهات تعتبره فترينة، يعني أن تقدم كتاب بغلاف جميل وألوان صارخة ومتناقضة يزكي المبيعات أكثر. لكن أنا أعتقد هذا وجهة نظر صحيحة، لكن وجهة نظر أخرى بالنسبة لي أن الكتاب في غلافه يجب أن يعطي لمحة تشكيلية تعبيرية عن مضمون هذا الكتاب أو هذا الديوان أو هذه الرواية أو هذه القصص. التمرد في الفن حالة مطلوبة أنا أعتبر، لأنك إذا ما تتمرن على ما يسود وسائد وثابت لن تبتكر حالتك الخاصة. هناك قواعد ثابتة ما ممكن تغييرها وما ممكن تكسيرها أيضا، يعني في أسس ثابتة بمجمل الفنون التشكيلية المسرحية الكتابية. أنا أعتقد الانطلاق منها، لكن أن تسير باتجاه تبتكر فيه حالات تعبر عن ما في ذهنك. كنت فنان تشكيلي موسيقي يعني في أي مجال من الفنون، الخط أحد هذه المجالات. أن تعيد يعني أنا برأيي أن تعيد كتابة كثير من الأشياء بخط ثابت بقواعده يعني يبلد الإحساس أنا أعتبر. لكن أن تخرج من هذا الخط بحالة معينة، مثلا يستقطبك حرف في هذا الخط اللي بالقانون وبالقلم والمسطرة، حرف يحرضك على أن تنتج شبيه له في الكلمة أو في الجملة أو في السطر. هذا التحريض من الحرف أو من الكلمة أو من الخط هذا يقودك إلى أن تصل إلى نتيجة أعتقد، سواء كانت فاشلة أو ناجحة. إذا فاشلة راح تعيد الكرة، إذا ناجحة راح تطور ما توصلت له. حاولت أن أستخدم الخط بدون ما يكون ضمن قيود
أشعر أن أنا الخط فن تشكيلي، الحرف حال ذاته تكوين تشكيلي، بس أنا أقدر أوظفه بطريقتي. يعني أنا عملت خط مثلا بالقلم الاعتيادي، أطلق عليه الأخ العزيز الشاعر قاسم حلال الخط الشوكي، لأنه مثل الشوكة أنا أسوي الخط الشوكي، ولا زال مستمر معي حتى توقيعي تقريبا هو بالخط الشوكي. هذا الخط قادني إلى أن أبتكر خطوطي أنا من عندي، قد يكون فيه لمحة أحيانا من الخط الثلث أو جزء حرف واحد يبين كخط ثلث، قد يكون النسخ جزء وارد، قد يكون الديواني في حركة ما في أحد الحروف وارد، لكن مو كل الخط ديواني ولا كل الخط ثلث. لأن أنا أؤمن بأنك إذا أردت أن تجيد الخط العربي أو تؤمن به أو تنفذ في أعمال، يجب أن تجيده لأن له قوانين الصارمة، أو أن تقلد الخط بحرفيته الكاملة. أحيانا تكون في لوحات أستخدم الخط العربي، اللوحة تقتضي مثلا أن يكون هذا الخط ينتمي إلى فترة زمنية معينة واشتهر فيها، مثلا خط الكوفي، والكوفي متعدد المستويات والأشكال أستخدمه، لكن ألجأ إلى مرجع كتاب، صورة، أرى حركة هذا الخط وأقلد عليه، يعني أضع أمامي وأبتدي التقليد، كيف تكون الألف، كيف تكون حركة اللام والباء والنقطة، بأي نوع من الخطوط، كان ديواني أو كان كوفي أو كان، أقلد عليه لأن تقتضي الحالة التشكيلية اللي أنا أعمل عليها في اللوحة أن يكون موجود هذا الخط، لكن أن يكون موجود بقوانين الصارمة وحرفيته القوية. وهذه يعني مسؤولية تاريخية ومسؤولية أيضا لمبدع الخط الأصلي. أنا بدأت بالتقليد، يعني تجربتي غير مبنية أكاديميا، يعني لم أدرس الفن أكاديميا ولم أتلقى أي تعليم أكاديمي في الفن، لا في المسرح، لا في الإذاعة، لا في التلفزيون، لا في الفن التشكيلي، لا، ما تلقيت أي يعني تعليم أكاديمي بحيث أقول أن أنا خريج معهد أو أكاديمي. أنا دربت نفسي من خلال التدريب والقراءة، القراءة، الاحتكاك، الاطلاع، المتابعة، نمت الأمور مع بعض في سياق واحد. يعني لم ينمو مثلا الفن التشكيلي على حساب المسرح أو الخط أو لا، نمت هذه الأمور لأنها تداخلت في بعضها وتكمل بعضها، وأنا لا أغفل عن جانب من الجوانب فيها ومارسها بشكل مستمر. يعني أن تقرأ الروايات الكلاسيكية وأن تقرأ الروايات الحديثة وتقرأ الشعر التقليدي، ما يسمى تقليدي الشعر العربي الفصيح والقديم والتقليدي، وأن تقرأ الشعر الحديث، أنت تتعلم. لذلك أنا يستهويني الشعر العربي بتقليدية البحث، ويستهويني وأقرأ كثيرا فيه، وأيضا أقرأ الشعر الحديث بمتعة هائلة، لأن أنا بين الاثنين عندي جسر. يعني لست على واقفا على مكان وهناك هو ومكان آخر وهناك هو، لا، أنا خلقت من نفسي الجسر اللي يوصلني من البيت الشعري التقليدي بقوانينه إلى الفقرة الشعرية الحديثة. يعني أنا بقدر ما أقرأ المتنبي مثلا أقرأ أدونيس بمتعة وغيره من الشعراء، لأن هي اللغة، اللغة تتطور وتنمو وتنخفض وتعلو، وأنا كمتلقي يجب أن أكون بهذه الصورة. فلذلك أنا أعتبر ما أنجزت بكل تواضع ومسؤولية حق للناس يستمتعوا به، يمارسوه، يعيدوا
إنتاجه. هذه هي الحياة. يعني أنا من وين عرفت الرسم؟ لأن شاهدت آخرين. من وين عرفت مثلا إلقاء الصوتي؟ لأني سمعت آخرين، من تعلمت منهم. أيضا في الخط نفس العملية. وأنا أعتقد انبنت الحياة بهذه الصورة، ويجب أن يزكي فنان يزكي آخر، يوجد آخر، يطور آخر، وتمضي بحب الحياة، والفن يمضي يعلو يعلو، ينمو ينمو، ويترك متعه للناس، ونحن الناس الذين نستقبل هذه الأشياء. قال سينوغرافي الآن، وكان إحنا نقول ديكور المسرحي، لكن مصطلح، ومعنا المصطلح هذا قديم يعني، استحدث بعدين أو استعيد بعدين وطرح بالساحة. السينوغرافيا هو أن تؤسس الفضاء البصري لأي عمل. السينوغرافيا مرتبطة بشكل أو بآخر بالفنون التشكيلية، لأن أنت تخلق عوالم تشكيلية هي يعني وعاء يحتضن معاني تعبيرية، كان النص أو كان التعبير الحركي الجسدي أو كان الصوت، صوت الممثل، صوت المؤدين. هذه كلها فضاءات يجب أن تتوفر لهذه الأشياء، الفضاء الفني البصري. فالسينوغرافيا والديكور المسرحي يعني أنا أعتقد ضرورة رئيسية مهمة لعكس ما يدور في الواقع، في المسرح، في المشهد السينمائي، في كل ما هو عرضة لتحويله إلى حالة بصرية. لكن هذه الحالة البصرية وهذه الأدوات المستخدمة في تكوين هذا المشهد أو ذاك هي كلها تصب في الفنون التشكيلية. يعني في اللوحة تجد الإضاءة، الإضاءة مستخدمة في المسرح، في السينما، في التلفزيون، في اللقطة الفوتوغرافية، كل مكان، في الليل، في النهار، هناك إضاءة، هناك شمس في النهار وظلال، هناك قمر بالليل وظلال القمر، إذن هناك إضاءة بشكل أو بآخر. هناك ألوان، الألوان متاحة في الكون حيثما التفت وحيثما شاهد. إذن الفضاء السينوغرافي أيضا لون. هناك أحاسيس بالحر، بالبرد، أيضا الألوان والتكوينات الإضاءة تعكس هذه الحالة في السينوغرافيا، يجب أن تكون موجودة. الزمن، يعني أن تشاهد مبنى بتعرية الزمن، ما أحدث فيه، في جدرانه، في أبوابه، في شبابيكه، يجب أن تكون موجودة. الفترة الزمنية اللي يدور فيها الحدث، هذه كلها تدخل ضمن السينوغرافيا. يعني السينوغرافيا معناها الأشمل والأوسع في وجهة نظري، يحتوي العالم ككل والمواقع ككل، وعليك أن تقرأ هذا النص جيدا، النص السينمائي أو التلفزيوني أو المسرحي، لتؤسس له وتبتكر فضاء تدور في أحداثه. أنا اشتغلت في مجال السينوغرافيا والديكور المسرحي بهذا المفهوم. الفن مفتوح على أفق شاسع، ويجب أن نعي هذا الأفق كفنانين ممارسين، وأن نبتكر الحالات، لكن كل اللي أذكره مدعوم بالثقافة، أن يكون هناك حصيلة ثقافية كبيرة، حصيلة ثقافية في الذهن، في النفس، في البصر، وترجمت هذه الأشياء في أعمال من صغيرة جدا إلى كبيرة جدا.
للشعور بالذات أنها تعطي وتعكس ويتلقى الآخر. السينوغرافيا يعني صعب أنا أعتقد احتوائها لأنها تشمل كل شيء، يعني الكون حالة سينوغرافية، البحر حالة سينوغرافية، الصحراء، كثبان الرملية، الغابات، الأرض الجردة، المساحة من الأرض الفاضية، هاي كلها سينوغرافية. على الفنان أن يؤسس هذا الفضاء الفاضي أو المملوء بلمساته هو الفنان التشكيلي. لذلك أنا كنت دائما أدعو الشباب بالمسرح، حاولوا أن تستقطبوا التشكيليين، فنانين تشكيليين كأعضاء في الفرقة، لكي يبتكروا لكم أجواء سينوغرافية. وأيضا أحاول استدراج الفنانين التشكيليين أن يكونون أعضاء بالمسرح، لأن ممكن كفنان تشكيلي تعمل لي ديكور أو سينوغرافية لعرض مسرحي مدهش، لا يستطيع أن يعمل مهندس ديكور أكاديمي تقليدي، يعني ولا غير موهوب بالفن التشكيلي. السينوغرافي والديكور المسرح مرتبطة بالفنون التشكيلية. البراحة كمسرحية طبعا كتبها عقيل سوار أول نص حسب علمي يعني، وقدم لي، وما كان اسم النص البراحة، لا، العنوان اللي وضع عقيل سوار كان لنفس المسرحية باسم الشخصيتين الرئيسيتين في المسرحية، سنان ومناحي كأصدقاء. كان عنوان المسرحية سنان وتابعهم ناحي. وجدت أن أنا اللي كاتب عقيل أنا معايشة مجموعة من الفتوة والأصدقاء، صراع بينهم وبين مجموعة أخرى ذي كان موجود في حياتنا في الفرجان. فأنا اعتبرت أن أنا وقعت على كنز مسرحي ثمين جدا وما راح أفرط فيه، وأتمنى عمل يعني أجرب فيه أبرز أن هل عندي إمكانية أن أخرج شيء لقيم من البيئة، من حياة الناس، من أحداث الناس، من معمار الناس اللي صاد في ذيك الفترة. قلت حق عقيل أنا حاب أغير العنوان، مو عاجبني سنان وتابعهم ناحي، وفي بالي مجموعة من العناوين راح أكتب لك في ورقة، وإذا أنت موافق اختار. بالفعل عقيل ما ترى، قال لي خلا شوف. بالفعل كتبت له مجموعة من العناوين، من ضمن العناوين البراحة. فبالصدفة وأنا في مقر المسرح بروبات تدريبات غيرها أقرأ الناس وأنا أتأمله، وأنا يعني مستمع للموسيقى جيد، يعني أغاني وموسيقى أستمع باستمرار، اكتشفت أن أنا أحب فن الصوت، اكتشفت أن هذا النص يصلح يكون صوت، نوع من أنواع الصوت، يعني في أنواع من الصوت اللي يقول لك مثلا ختم أو مربع أو. فلما قرأت ركزت شفت أنه أيوه. وأنا على فكرة عارف أعزف على المرواس يعني كإيقاع، وجيد الضرب عليه، اكتشفت ان هذا بلاد العربي اوطاني من الشام لبغداني. ممكن تصير بلاد العربي اوطاني من الشام لبغداني ومن نجد الى يمن الى مصر. الشامي لبغداني.
وهذا فن من فنون الصوت، يعني شكل من أشكال فن الصوت لحنيا، وهو قريب إلى الذائقة المحلية، مو قريب، هو أساس في الذائقة المحلية. كنت بس بحاجة إلى موسيقي، لأن أنا لا أفهم بالموسيقى يعني بالطريقة التي يجب أن يكون عليها، ولا أدعي ذلك. فبالصدفة كان أيام خالد الشيخ يعني كان بجامعة الكويت، ولا مجموعة من الألحان اللي غناها الفنان محمد يوسف وضعها خالد، فالشباب المسرح طرحوا علي الاسم، أنا ما أعرفه شخصياً، قالوا لي في الشاب كذا، اللي قلت له أنا سامع بخالد الشيخ، قالوا موجود، إيش رأيك نستعين بن كالف نقول له؟ قلت له خلاص شوف. ودعوا الشباب في مقر مسرح عوال بمدينة المحرق، يعني خالد الشيخ يجيب العود معه بعد، إنه في شغل يعني حق مسرحية. فبس أنا أطلعت على اللي أنا توصلت له، مسك خالد العود واستمتع بالفكرة واشتغل على التدريب والعزف، واستلم مجموعة الممثلين بين أصوات قرارات وأصوات جوابات، ووحد الأداء وصار بشكل جميل. استهليت بأنا افتتاح المسرحية في البداية. أنا أعتقد أيضاً الذاكرة الشعبية الغنائية كان لها دور مهم جداً. تلقفت أنا من الراديو، استمعي لإذاعات البحرين والإذاعات المجاورة مثل الكويت، وأيضاً حضوري للدور الشعبية واستمتعنا، وأنا مع مجموعة من الشباب يعني الأصدقاء والربع اللي في نفس المنطقة نحضر وشاهد حتى طقس الفن البحري وندهش أمامه. دي كلها ثقافة، وكأنك تقرأ كتاب، أنت تستمع وتشاهد، لكن بالنهاية كتاب أيضا مفتوح أمامك وأنت تنهل منه. يبقى الموضوع عليك أنت، مدى استعدادك أن تستفيد وتهضم هذه وترجمها بعدين في أعمال، أو أن تستمتع فيه فقط، وهذه أيضا قيمة عالية أن تستمتع. وجوه يعني هذا مشروع بالأساس احنا في غفلتنا ما ندري عنه. هذا مشروع ابتكره وأوجده الفنان التشكيلي الصديق العزيز إبراهيم بو سعد. أنا أعرف أن بو سعد عنده مرسم ويعتكف فيه ويشتغل، هو يعني ينجز بشكل سريع أعمال تشكيلية، أنا بطيء، هو سريع جدا في إنجاز الأعمال. بالفعل رحت له، أدخلني المرسم، شفت أشياء مدهشة، وجوه معلقة فوق تحت بأحجام مختلفة، يعني من قدم في قدمين إلى 3 أمتار أو 4 أمتار ارتفاع هاي الوجوه، وعليه كتاب حروف بخط الثلث وخطات أخضر متمكن بالثلث، بخط الثلث في ألوان في خامات متعددة مستخدمة، غابة من الوجوه المعلقة بالفعل. قلت له شنو أبو سعد معرض؟ شنو قال لي حق معرض؟ قلت له شيء عجيب، هاي معرض مختلف، ما يعني احنا تعودنا على اللوحة مرتبة وبرواز عليها وتعلق على الجدران، لكن هاي شلون راح تعرض هاي الأعمال؟ يعني ما ممكن تعليق على الجدران. قال لي ها شلون؟ قلت له هاي تحتاج إلى إخراج، يعني أنا بكل عفوية أتكلم. قال لي ليش أنا متصل فيك؟ شوف لي مخرج، أنت مخرج شوف لي مخرج. شلون نعرض هذه التجربة؟ وطلع أيضا فكرة إيش رأيك نستعين بآخرين من الأصدقاء يشاهدون؟ قلت له إيه يا ريت. فرشحنا اسمه، هو طلع اسمه وأنا طلعت اسمه، يعني ممكن نشوف عبد الله السعداوي يحضر يشوف،
قاسم حداد، انت بنحتاج الى موسيقى حق المعرض لان طقس غير جو غير، شرك شو خالد الشيخ. فانا اتذكر ان احد الليالي عقبها فتره بسيطه يعني تليفون من اتصال من الصديق قاسم حداد قال لي انا توني طالع من عند ابراهيم بوسعد شفت الاعمال اللي مسويها. قلت له اتصل بك حضار قال لي شاهدت اسمع اللي بقوله لك كان نص شعري يعني هو وقف على جانب الطريق وقال لي اللي هو بدأ بغابة عن بشر هذه الوجوه التي تؤرجح أحداقها في زجاج الفضاء بهجة أم كدر. خلاص تفاعلنا كلنا يعني خالد من ناحية الشيخ خالد الشيخ حداد أنا من جانب كتولي للعملية الإخراجية للمعرض أنا من جودة العمل وغرابته يعني دار في ذهني أن تجربة المعرض في حد ذاته قائمة لكن هذه التجربة تقول إلى ستيب ثاني أو نقلة أخرى أيضا أنه ممكن يكون عرض مسرحي يعني تنقسم التجربة إلى جزئين جزء عرض تشكيلي كمعرض والجزء الثاني عمل مسرحي خاصة أن خالد الشيخ ابتدى بالفعل يشتغل موسيقى قاسم حداد كتب هذا المطلع واختار مقاطع شعرية أخرى من ديوان قبر قاسم من ديوان أخرى عنده وربطها كبرت المسألة طالت يعني بدل ما يعرض في نفس السنة لا خذت التجربة 3 سنوات أن خالد الشيخ احتاج إلى وقت راح يشتغل على مفردات جديدة ما متعود عليها مثل أشعار قاسم حداد وأيضا جو جديد لتجربة فنية مو لتسجيل بس كاسيت أو سيدي أو لا وبالفعل اقتضى الموضوع 3 سنوات إلى أن أنجز العمل بالصورة اللي طلع عليه كمعرض المرحلة الثانية كانت العرض المسرحي اللي هو مقترحي يعني أنه يتحول إلى عرض مسرحي السينوغرافية الخاصة بالعرض المسرحي هي أعمال بوسعد وظفت أنا بشكل بحيث تخدم الحركة ويتعاملون معها الممثلين ويحركونها وأيضا طريقة العرض مو على مسرح اعتيادي خشبة لا تم العرض في وسط صالة في قاعة والجمهور هو المحيط بالعرض فصارت التجربة مغايرة في شكل العرض في تنفيذ العرض في أن السينوغرافية أوجدها الفنان نفسه التشكيلي اللي أبدع الأعمال أنا لأن أيضا أمارس عملية التشكيل يعني أسعفتني الأعمال فأن أكونها كفضاء للعرض المسرحي بدون ما استعير أو أستعين بأي شيء من الخارج غير الأعمال مجرد عمل براويز خشبية عشان المعلقات أعلقها والبقية كل هالمواد اللي عملها أبو سعد من التوابيت من الأقمشة اللي مدليوا عليها حروفيات حتى لباس الممثلين عملته بأقمشة من بالسلسكرين بخط الثلث عمل أبو سعد ولبست الممثلين كلهم أزياء موحدة حروفية لأن أنا اعتبرت العرض أنا عرض قصيدة أو عرض ديوان شعر أمام الناس وأعرض فن تشكيلي الفن التشكيلي شعر أيضا وهو ديوان شعر وهو قصيدة اللوحة قصيدة مثل ما الكلام اللي راح يؤدي الممثلون هو قصائد شعرية كانت تجربة مدهشة من الحدود القصوى والأولى للواقعية البحتة هذه انقلتنا إلى الحدود الأخرى والقصوى أيضا للحداثة الحمد لله أثمرت نتيجة وفازت بمهرجان
المسرحي لدول مجلس التعاون للفرق الأهلية بدور مجلس التعاون بدولة الكويت في 1997 أعتقد حققنا جائزة أفضل إخراج، أفضل نص، أفضل ممثل لدور ثاني، ثلاث جوائز لما عرضت في المهرجان بالكويت. تجربة وجوه قيمة رئيسية وقوية، وكنت أطمح إلى البناء عليها في عمل آخر. البحرين أنا كنت مشارك بلوحة ضمن المعرض السنوي بكم لوحة، أبرز لوحة فيهم هي لوحة اسمها عنوان خطوة في الحلم. تم اختيار ذي اللوحة أنها تمثل البحرين في هذا المعرض، معرض السنتين. وهذه أعتقد أنا أول مرة أشارك خارج البحرين. فراحت اللوحة مع لوحتين آخرتين، يعني لوحة واحدة ثانية كانت واقعية، باب تقليدي مفتوح ونشوف دهليز مظلم داخل، وهي ذي اللوحة حداثية فيها جو سريالي على تجريدي تعبيري لي خطوة في الحلم. كنت أنا بأظهر يعني الحالتين في عملية الرسم بالنسبة لي، الواقعية البحتة بتفاصيلها والحداثة. فلما عرضت اللوحة يبدو أنها استقطبت اهتمام لجنة تقييم وأيضا لجنة تحكيم. اللجنة اللي حضرت لمشاهدة الأعمال كان معاهم الأديب الروائي الكبير الله يرحمه إسماعيل فهد إسماعيلي، وهو مرافق اللجنة كان. وأعتقد سؤل أتذكر سؤل أن إيش رأيك لما شاف الأعمال مسندة على الجدران اللي الآن ما تعلقت، هو قال أعتقد هذه اللوحة تفوز بالجائزة الأولى اللي هي خطوة في الحلم. فأنا سمعته، أنا كنت بصدفة وراه وما أعرفه شخصيا، فلما سمعته صوت القرار هو القوي يقول هذه الكلام أنا فرحت، قلت رأسا جاوبته تلقائيا، قلت له إذا فازت هذه اللوحة بالجائزة الأولى فهي لك. وهل حدث فعلا؟ هاي القصة حدثت، فازت اللوحة والآن أنا وعد لازم أعبر بالوعد. وبالفعل سلمت اللوحة وظلت محتفظ فيه سنوات طويلة يعني، ومعتز فيه، وكتب رواية عنوانها خطوة في الحلم ضمن رواياته. والإهداء أيضا في الرواية كتب إلى عبد الله يوسف وأحلامه.